شوف ماشي. بيقول ايه، ربنا اول ما سمع محمد ربنا طبعا يخليه لي. ربنا يخليه لنا يا رب. وعامل له لحن. بيقول ايه يا احمد اللحن بتاع محمد؟ اللي هو ايه بقى؟ انا عايزه محمد هو اللي انت يقول. قلت لي في اغنيه هتبكينا يعني. محمد عاملها تحفه، بس احنا الحقيقه طبعا مش هنقدر نقول عنها حاجه كتير الا اذا محمد بقى والاستاذ محسن جابر يعني سمحوا لنا، بس هما اكيد مش هيسمحوا لنا دلوقتي. لا استاذ محسن اكيد هيسمع لنا. ومعانا محمد عدويه. ويا محمد اهلا بيك. الو، اهلا استاذ وائل. يا محمد والله من الحلقه اللي فاتت، وشوف احنا عدناها قد ايه، كل الاعادات دي كانت بناء على طلب الناس يعني. الحمد لله يا استاذ وائل، ده كله فضل ربنا وكله بيك. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. وكان نفسنا طبعا تبقى معانا يعني. معلش انا مسافر بقى. معلش طيب، موجود في مصر للاسف. المهم يا انا عايز اقول بس امسي على الاستاذ احمد عدويه. المدرسه، عايز اقول له ازيك يا مدرسه حبيبي. يا ابني يا مدرسه، انت يا اللي بتعلمنا الغنى الجميل وبتعلمنا. يا حبيبي يا ابني يا غني. طبعا انا مش محتاج اقعد امدح فيك، طبعا انا ابنك. مش محتاج امدح. لا بس شوف بقى، شوف الحب يعني. احنا لا، انا ما بحبش. نعلي يا جماعه عشان ال سؤال. سمعني كويس؟ انا سامعك كده. انا ما بحبش طبعا، انت عارف طبعا بحكم صله الرحم بيننا، انا ما بحبش المجاهد زي ما بيقولوا، اقعد اجامل كتير واتكلم كتير، لان ده في الاول في الاخر ده. طب انا هسالك يا محمد باذن المستمع، هل تعتقد ان اللي قاله الاستاذ حلمي بكر في اي شيء من الصحه يعني، ولا يعني هجوم لا داعي له ولا مبرر له؟ والله يا استاذ وائل انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص، الموضوع ده يعني سمعته كده بتنتيج كده كلام، لان الفنان احمد عدويه انت عارف كان طول عمره بيتهاجم وطول عمره الناس بتهاجمه. طبعا استاذ حلمي بكر ده على عيني وعلى راسي، ده انسان ملحن كبير وعظيم وليه برضه تاريخه وكل حاجه. بقول له انا مش يعني ما فيش حاجه يعني في الاغنيه تخليه اللي هو يعلق بالطريقه دي، بس كل واحد ليه وجهه نظر. طبعا وهو اصله النجاح ما فيش فيه يعني مجاملات، طول ما الناس لسه حابه تسمع احمد عدويه. وجهه نظر معينه في الاغنيه ممكن يكون ليه وجهه نظره، وبرضه هو كل واحد بيبقى ليه وجهه نظره. احنا مش هنتكلم في الموضوع ده، لان انا بتكلم بصراحه امسي عليهم واسلم عليهم لان هم منورين الشاشه، وبسلم على حضرتك برضه. مش هتقول لنا الاغنيه في اغنيه مدام نوسي معانا والدتك بتقول هتبكينا يعني، انت عاملها لاحمد عدويه في الالبوم الجديد يعني؟ هي انا مش عايز احرقها لكم بقى، هي لسه ما نزلتش ولا جملة كده. جملة كأنها برومو إعلان يعني. مش عارف. لا الأستاذ محسن صديق ما تقلقش. لا أنا مش عارف. طيب أنا أقولها لكم يعني، أنتوا عايزيني أقول لكم إنها حتة. أنا عايش والسلام الله، وبصحى زي ما أنام، أنا عايش والسلام اسم الله، وبصحى زي ما أنام، ولا حاسس حاجة حلوة، ولا حاسس بكلام. الله 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 يا محمد. الله يا محمد، والله يا ربنا حيي. أنا عايش والسلام. أيوة أستاذ. أيوة. وبصحى زي ما أنام. إيه قول ورا دي؟ لحن يا استاذ وائل وكلمات المنتج بتاعي الاستاذ ياسر حسنين. ياسر حسنين احمد العسل. انت عامل لحنين في الالبوم ده للاستاذ احمد. هو الحقيقه مش لح هو لحنين. انا عامل له فكره موال كده يعني، هو مؤلف كلام، الاستاذ احمد كاتب كلام، وانا مش انا بصراحه مش لحني كله يعني، هو لحن ارتجاله هو، عشان نبقى بس صراحه يعني. وتوزيع متواضع ليه يا محمد؟ محمد العسال. ومحمد على طول متواضع يعني. لا الله يخليك. انا بس محمد عايز تعب معانا في الشريط جدا يا استاذ وائل يعني. اولا ضيع عدد ساعات يا رب من شغله هو، لان هو كمان شريطه نازل،
فكل ده هو ما هموش الا انه فعلا يقف مع ابوه في الاستوديوهات ويسمع ويتاكد ان كل كلمه بابا بيقولها هي دي اللي ممكن يبقى مرتاح نفسيا وشريط ابوه نازل. فدي طبعا حاجه تحترم وربنا يخليه ويوفقه. محمد انا بعد اذن بس ماما انا عايز اقول بس كلمتين استاذ وائل. اتفضل بعد اذنك. اولا بس انا عايز اتكلم ان الفنان الكبير احمد عدويه اولا يعني احنا كلنا لازم نسقف له ونقول له برافو عليك، لانه هو اولا قاعد معاك بيغني على الهوا من غير اله مسانده ليه. بالظبط واخد بال حضرتك، من غير اله، من غير اله مسانده ليه، من غير اله مسلطنه وما شاء الله عليه الله اكبر عافي على الكلام بتاعه. مش محتاج طبعا الواحد يعني. يا حبيبي يا ابني طبعا ما انا لسه انا لسه بقول هي بيخش من مقام لمقام، بيخش نهاوند وبيات مقام لمقام طبعا. هي طبعا الموسيقى مهمه عشان تسلطنه وتوصله للحاله يعني. طبعا طبعا. انا برضو في حاجه انا بس خدتها كده برضو بسرعه ما كنتني عليها استاذ حلمي بكر، انا بحترمه جدا وهو على راسي على فكره، هو اللي اعتمدني في الاذاعه والتلفزيون استاذ حلمي بكر سنه 97. فانا بحترمه جدا وهو فوق راسي من فوق، هو الراجل ليه وجهه نظر، واحنا زي ما قال لك الاستاذ احمد عدويه احنا صعايده بنتسامح وما بنحبش نرد بكلام مش كويس على الناس، لان الراجل ده حبيبنا برضو عشت عمرنا وانا ما سمعتش بصراحه التجريح قوي، انا كنت مسافر زي ما قلت لحضرتك، بس سمعت كده كلام ما اعرفش اذا كان صح. انت عارف الاعلام المصري برضو في ناس معينه بتهوي المواضيع. واخد بال حضرتك، هو على عيننا وعلى راسنا بس الدنيا ما تكبرش اكتر. لا وهو للامانه يعني وهو بيتكلم استاذ حلمي قال ان احمد عدويه ما عنده محمد يعني هو شايف ان انت ثروه فنيه، ف يعني شايف انه عنده محمد كفايه يعني. لكن انا بس بتكلم لان انا بقول لحضرتك اللي في برضه ناس بتزود في الكلام شويه، فبرضه هي يمكن هو الراجل برضه الراجل اكاديمي وراجل فنان يمكن ليه وجهه نظر في حاجات معينه، وهي حاجات ممكن تكون صغيره على فكره، بس هي الحاجات دي معديه مش ما يعني دي حاجات في ممكن تكون في المكساج، ممكن تكون في حاجات واخد بالك بس. بس انت نفسك يا محمد لو شفت يعني، انا كنت لسه بسال يعني دايما لما بتسال اي موهوب امتى تعتزل فيقول لك يعني حينما اشعر بان صوتي بيغزلني يعني، لو هو مطرب لو صوته بيغزله يعني، انت لو حسيت ان هناك ما يدعو الى ان احمد عدويه لازم يتوقف كنت هتقول له ده، كنت هتقول له يا بابا ممكن تكون المرحلة مش مناسبة أو تعالى نتوقف أفضل، لكن أنت حاسس إنه جبل عطاء مستمر يعني. طبعًا طبعًا. هقول لك على حاجة يا أستاذ وائل، أولًا أنا برضه عايز أعرفك برضه وأعرف المشاهدين معلومة كده صغيرة، إن الـ الحمد لله الفنان أحمد عدوية هو مش محتاج يغني عشان خاطر فلوس، هو أولًا الحمد لله مسطورة معاه جدًا وما شاء الله عليه يعني ربنا يزيده. هو الراجل بيحب الغنى جدا وما انت متخيل، هو لسه بيقول ده في دمه، وهو راجل بيحب دايما، انا اقول لك قدامه هو راجل بيحب المنافسه طول عمره، المنافسه، هو راجل بطل ما بيستسلمش يعني، فهو ده هو الراجل بيغني لمزاجه، بيغني لان هو بيحب الغنى والناس بتحبه، مش محتاجه كلام طبعا نتكلم في الحته دي خالص. انا مش عايز اطول عليكم برضو عشان الوقت، ربنا يوفقك يا محمد ونشوفك بقى معانا نحتفل بقى بالالبوم بتاعك ان شاء الله. وعايز اقول له انت بطل 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 وكفايه يا حبيبي. انا مبسوط جدا جدا انه قاعد بيغني كل المقامات دي وكل التحويلات اللي بيحولها، وسبحان الله ما شاء الله الله اكبر امسك الخشب طبعا. الله يخليك يا ابني، في شباب في سننا دلوقتي بيغنوا على الساحه ونجوم كبار جدا ما يعرفوش يقولوا النهاوند والصبا والرز، والراجل قاعد بدون اي موسيقى وبدون اي حاجه، بياتي نهواند ها والله شو